طبعا تعرضت لتهديدات كثير كبيرة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. للأسف ما كنت متوقع أنه تتحول هاي التهديدات اللفظية لأفعال على أرض الواقع. مثلا تم رش مادة حارقة على سيارتي الشخصية، لحد الآن أنا ما عرفت مين وما ذكرت هذا الموضوع من الأساس. كمان تم تفجير عبوي ناسفي على المكان اللي أو أمام المكان اللي بيشتغل فيه والدي وأخوي. الحمد لله اقتضت الأضرار على المادية، وتم اكتشاف الخلية اللي كانت تابعة لنظام الأسد، اللي هني دائما هني الموالين يبعثوا لي تهديدات أنه رح نقتلك، رح نوصل لك، رح نخطفك أو رح نأذي أهلك. وتعرضت أيضا للتنمر من جهات ومن أشخاص مختلفين، لكن اللي خلاني أستمر هو هدفي وطموحي بالعمل أنه وصل رسالة للدول برا إيش عم بصير فينا.